عنجد الخبرة اليوم اللي تعلمتها من 2454 كتير بتختلف عن الخبرة اللي كنت أنا متعلمتها قبل. كان الوضع غير وكنت أفكر إنه الأمور أسهل، بس حتى صورنا وصفتين بس أخذ منا نهار كامل، والكرو كان هون كله بيساعد وكله ولا في أروع من هيك. It's been a great day. We've shot two items. It's taken almost the entirety of the day, but we've all worked very hard. Crew's been fantastic. We've got some fantastic quality footage. Ava gave a great performance. We've got two really good recipes, and hopefully everyone from the Creative Lab community really enjoyed the day and learned a huge amount from the experience. I certainly enjoyed myself. دايركتور اسيستنت ووايد تعلمت اشياء، وكان في صعوبات بس الحمد لله وضحت لي ان التصوير شيء صعب ومش سهل، بس في نفس الوقت كان ممتع. فادتني وايد هالتجربة وحببتني في هالمجال، وإن شاء الله أكمل مع توفر في أنا اشتغلت مع Creative Lab في البروجكت القديم كلمات، كنت أزا لاين بروديوسر، بس حبيت في هذا البروجكت إذا كوكينج شو إني أكون أسيستنت دايركتور. It was a good experience وبتمنى إني أرجع أعيدها مرة ثانية. خبرة جديدة، خبرة كثير تعلمت منها، حبيتها وأكيد رح أكررها.